يقول الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويؤكد هذا المعنى حين يقول: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والعاقل هو الذي يتعظ بغيره، والشقي هو الذي يتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقصة لوط عليه السلام هي درس، وهي عبرة، وهي عظة. ذكرت هذه القصة في 27 موضعا، 27 مرة ذكرت هذه القصة، قصة لوط عليه السلام، لأنها فعلا عظة ودرس ومعظة. والآية الكريمة التي نتناولها الآن بالشرح: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ذكر لوط عليه السلام بأن الله أنعم عليه بنعمة العلم ونعمة الحكمة، وأن الله سبحانه جعله صالحا. وأعظم ما ينعم الله به على الإنسان هو أن يعطى العلم ويعطى الحكمة، فليس هناك قيمة من القيم المادية أو القيم المعنوية أجل من قيمة العلم والحكمة. وفي هذا يقول الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وإنما كان ذلك كذلك لأن الإنسان بالعلم والحكمة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في العقائد، وبين الخير والشر في الأعمال، وبين الصدق والكذب في الأقوال. فإذا استطاع الإنسان أن يميز الحق من الباطل والخير من الشر والصدق من الكذب، كان هو الإنسان الذي بلغ إلى مستوى الرشد الإنساني. فكما أن لوطا عليه السلام أوتي العلم والحكمة، أعطي الصلاح، والصلاح يتمثل في قوة الإيمان، في استقامة الخلق، في العاطفة الجياشة، في الضمير الحي، في الإيمان القوي. والله سبحانه ذكر لنا نموذج من الصلاح حين قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. فكان لوط عليه السلام عالما حكيما عاملا صالحا. وقصة لوط يمكن أن نعرفها في مسيرة التاريخ حينما نرجع إلى 2000 سنة قبل الميلاد. ذلك أن لوط عليه السلام هو ابن أخ إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء هو عم لوط عليه السلام. نشأ معه في أرض العراق، ثم انتقل مع إبراهيم إلى فلسطين، واستقر بهما المقام مبدئيا في نابلس. ثم لما انتقل إبراهيم عليه السلام إلى مصر وقابل ملك مصر، كان معه لوط. فملك مصر كان كريما فأغدق عليهما الكثير من المال ومن الثروة الطائلة. عاد إبراهيم وعاد لوط إلى نابلس من أرض فلسطين، ومعهما الثروة الطائلة وهذا المال الوفير الكثير. ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد الخليل،
والتي تسمى إلى يومنا هذا بخليل الرحمن. في هذه النقلة كان لوط يتعاون مع عمه إبراهيم عليه السلام، ثم رؤي أن يهاجر لوط من الخليل إلى شرق الأردن، وكانت هذه المنطقة تسمى بأرض ثمود وعمورة. فانتقل لوط عليه السلام، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. حينما هاجر لوط إلى شرق الأردن، كانت هذه المنطقة تحتوي على أناسي كانوا من الضلال بمكان بعيد، فكانت سيرتهم أقبح سيرة، وكانت نفوسهم أسوأ نفوس. ذلك أن الجرائم التي ارتكبوها لخصها القرآن في ثلاثة جرائم: الجريمة الأولى الشذوذ الجنسي، الجريمة الثانية أنهم قتلة وقطع طريق، الجريمة الثالثة أنهم كانوا ظلمة لا يقيمون للحق وزنا، ولم يكن عندهم فهم أو معنى لقيمة العدالة، فهم قد انهارت إنسانيتهم وتحطمت آدميتهم. حتى القرآن في الآية التي ذكرناها تقول إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فالفسق كان طبيعة من طبائعهم وكان خلق من أخلاقهم. هذه الأمراض التي اتصفوا بها كانت ثمرة لمرضين أساسيين: المرض الأول فساد العقل، والمرض الثاني مرض النفس. فمرض النفس وفساد العقل أثمر الثمار المرة، السلوك السيء الذي وصفوا به. مرض العقل لم يعرفوا، حيث يكون الفساد في العقل والمرض في العقل، لم يستطيعوا أن يميزوا بين القيم الصالحة وبين القيم الزائفة، لم يستطيعوا أن يعرفوا إيه الحق وإيه الباطل، إيه الخير وإيه الشر، إيه الحسن وإيه القبيح. فلفساد عقولهم فقدوا مادة الإدراك. أما فساد نفوسهم فهو يبدو في الجريمة التي تظاهروا بها، فما كانت الجرائم التي يرتكبونها ما كانت تخفى وما كانت أبدا إلا علانية. هؤلاء أحاطت بهم خطيئاتهم، والإنسان يتدرج في الخير حتى يصل إلى مستوى الرشد، كما يتدرج الإنسان في النقص حتى يصل إلى أحط مكان من الهبوط. فالإنسان الكمال درجات، والنقص والرذائل دركات. فالإنسان يمكن بواسطة الإيمان والعمل أن يتدرج الكمال حتى يصل إلى الرشد الإنساني، ويتدرج إلى النقص حتى يصل إلى أسوأ وإلى أحط مستوى الذي أشار إليه القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقوم لوط قد ارتدوا إلى أسفل سافلين، الذي ذكرنا بعض مظاهر هذه السفالة وهذا الانحطاط، وسبب ذلك كما قلنا فساد العقل ومرض النفس. والقصة قصة يحسن أن نمر عليها مرورا سريعا، ونرجع ذلك إلى حلقات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.